وكان مسوي الفتره دي بتكون موجوده في اول شهر او شهرين. هو الحمد لله ان اول شهر او شهرين دول جم وانت داخل على ماتشات مهمه زي ماتش الوداد. نستغل بقى الحته دي، نستغل حته ان في مدرب جديد ولاعيبه تكون خايفه منه شويه، مقلقه منه شويه، فيحاولوا ان هم يطلعوا كل اللي يقدروا عليه. اه تقدر تقول بص من البدايه كده، لو انت مستني ان انا اتكلم على بيتسو موسيماني والعبقريه بتاعته النهارده في التعامل مع الولاد المرعب وان الراجل عمل جيم تكتيكي عالمي، فلا يا اسطى مش هتلاقي الكلام ده عندي من البدايه كده من اول الفيديو. هتروح هناك هتلاقي دكتور علاء صادق مستنيك، وهتلاقي الناس هناك بيعظموا في الراجل وبيقولوا ان الراجل اعظم مدير فني اجنبي جه في تاريخ النادي. عادي جدا هتسمع الكلام ده منهم دلوقتي. وتاني نفس نغمه تفخيم المدرب لمجرد بس ثلاث اربع ماتشات كويسين، وبرده يا جماعه الراجل لسه ما كملش ثلاث اربع ماتشات. طب هل كان في مجال ان الواحد يطلع حاجة موسيماني لو لا قدر الله كانت غلب قدام الوداد؟ لا طبعا. طب يبقى ليه دلوقتي متاح ان الكلام يروح لان الراجل عمل اداء عظيم جدا قدام الوداد؟ يا جماعه هو عيب ان انتوا تقولوا للناس ان الوداد فرقه قيمناها غلط؟ افتكرنا ان ياووك، وافتكرنا ان الحدادي، وافتكرنا ان الاثنين الافارقه اللي قدام جامدين، وافتكرنا ان الفرقه واقفه على رجليها، وبعدين اكتشفنا ان هم ميح. وحاجه برضو لسه متاكد ان انا اقولها لك، ان اللعيب المصري بينجح في ان هو يلعب من غير جمهور افضل بكتير من اللعيب المغربي. اللعيب المغربي بيتوه تماما وهو اللي بيلعب من غير جمهور، الموضوع بالنسبه له صعب جدا ومرهق جدا. الوداد جاي لك خسران المباراه الاولى 2-0 والاهلي كان مخلص الموضوع. تخيل بقى النهارده الاهلي ينزل في الدقيقه 5 يجيب الهدف الثالث والهدف الاول ليه هنا في القاهره، ومروان محسن يخلص المباراه من اول 5 دقائق. مستني ايه من المباراه؟ كنا مستنيين الصفاره بصراحه، يعني مش هنقعد نقول ان احنا كنا مستنيين نشوف موسيماني كان بيلعب ازاي وبيلعب بال 4 4 2 ازاي، وراجل قافل الاطراف قدام الوداد عشان الوداد ما يروحش يلعب عرضيات عشان خاطر الوداد اساسا اتخطف في الجيم. مفيش حاجه والله. لو قلت للناس ان يا جماعه الوداد سيئين، فريق الوداد محتاج شغل كتير جدا، هتقول لي اصابات كورونا، هتقول لي اللعيبه ما عندهمش حماس، هتقول لي في ضربه جزاء بتاع عمرو. ضربه جزاء ايه بس؟ الهدف الاول غلطه من مساعد، المساعد هو اللي غلطان، كره ما فيهاش اي حاجه، ما عطاش مساحه ولا فرصه ان اللعبه تكمل، وبعد كده اتاكد من الفار لا الراجل اللي رفع الرايه. طب يا عم اهدى وراجع دماغك. لا انا هرفع. طب يا عم القانون الجديد مش مهم. وقفنا 5 6 دقايق مستنيين لحد ما اتاكدنا من الهدف. الجيم خلص، الجيم خلص تماما. الوداد ما كانش موجود جوه الملعب، الاهلي كان بيلعب تقسيمه بنعمل اللي احنا عايزينه، بننقل الكره من رجل لرجل. خلاص الموضوع بدا يبقى سهل والمباراه بدات تبقى سهله جدا ومفيش اي حاجه. هتقول لي الهدف الثاني كان ابداع وعبقريه تكتيكيه، لكن الجون الثاني جاي من هجمه مرتده، فنهدى كده على بعض. ونفس الهجمه المرتده دي اتعملت المباراه اللي فاتت، بس المباراه دي حسين الشحات بيقدر ان هو ينهي نهايه عظيمه جدا ونهايه ممتازه بتقول ان الراجل كان عنده برود غير طبيعي في الفينش بتاعه. بس انا عايز اقول لك حاجه، انا اكتر حاجه عجبتني في الهدف ده الانطلاقه الرهيبه جدا من اليو ديانج، واحد من نجوم الفرقه اخر الشهر اللي فات او الشهرين اللي فاتوا للامانه، هو محمد الشناوي نجوم الفرقه الاوائل. الناس عملوا اداء ممتاز جدا واداء يحترم جدا. اه محمد هاني النهارده عمل جيم كويس على اسماعيل حداد علشان خاطر ما كانش فيه يعني جهد كويس من لعيبه بتاع الوداد، ما كانش عندهم حماس نوعا ما انهم ممكن يرجعوا في النتيجه بعد ما لبسوا الهدف الاول. وبعد ما لبسوا الهدف الثاني كان الجيم انتهى تماما. ندخل الشوط الثاني بنلاقي ان بيتسو موسيماني بيريح اللعيبه، بيريح محمد الشناوي، بيغير مروان محسن، وبرده الراجل لسه بيقول للناس ان انا يا جماعه فعلا مش مقتنع باليو باتجي. اه غيرت مروان محسن بس نزلته مكانه كهربا، وايه يا جماعه الفرقه النهارده ربنا كرمنا وطلعنا كسبانين 3. طب نهدى بقى نفسنا عشان لسه البطوله ما خلصتش. ما ينفعش ان انا اقول مدرب بتاع عمل كل حاجه فعلا كره قدم عشان الكلام ده لسه بدري عليه. اه لعبت النهارده بطوله ان الناس عامله جيمكم ممتاز جدا، خصوصا يعني مجدي قفشه وعمرو السوليه واليو جانج وثلاثي نص الملعب. تمام قلت لك قبل كده ان اللعيبه دي كانت محتاجه دفعه نفسيه كويسه من موضوع تعيين مدير فني جديد. والله الموضوع سهل وبسيط، لو دورت على الافراد اللي كانت مع ريني فايلر المباراه الاخيره تلاقي ان هم نفس الافراد اللي موجودين دلوقتي جوه الملعب. طب ايه يا جماعه اللي اتغير في الاداء؟ موضوع بسيط، شوية نفسيات عايزين يثبتوا ان هم يصلحوا ان هم يلعبوا اساسيين تحت ادارة مدرب جديد. حاجة طبيعية وحاجة منطقية جدا، كل اللعيبة يكون عندهم روح وحماس اول شهر اول شهرين مدير فني جديد بيجي. يا جماعة والله الكرة ابجديات، 1+1=2، ما ينفعش 1+1=3 و4. ايه اللي انت عايز تطبل وتقول ان الراجل عمل اداء ممتاز واداء عبقري؟ اه يا جماعة الراجل مدرب كويس، الراجل مدرب كويس جدا، والا ما كانش الاهلي جابه. مش هنقعد بقى نطبله في اي مباراه الراجل بيكسبها، بعد كده لما يجي يخسر لا احنا نخسر بيه 7-4، لا نتكلم بالراحه ونتكلم بهدوء، وصلنا فاينل تمام، نفرح بقى براحتنا ونستنى نشوف هيجي لنا الرجاء او هيجي لنا الزمالك ونهدى بقى بالراحه على نفسنا، مش هنقعد بقى ان احنا من دلوقتي نقيم الافراح وليالي الملاح واحنا واحنا واحنا، وفي الاخر يحصل معانا زي النهايه بتاع الترجي ويحصل معانا زي نهايه الوداد، ونلاقي ان احنا يا جماعه خدنا
مقلب. فلا يا جماعه احنا نهي ده كلام ونصلي على النبي ونسيبها على الله، وان شاء الله باذن الله الاهلي يقدر ان هو ياخد البطوله التاسعه اللي استحصل على ناس كتير جدا مع بيتس موسيماني. وقتها يا عم انا اول واحد اطبل لك الموسيماني يا عم، حتى لو ماشي حاجه في الفاينل، بس اقول لك ان الراجل كان هو فوق 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 السما. بس النهارده لا، الراجل عمل جيم جيد قدام فريق سيء، غير كده ما اقدرش اقول لك اي حاجه تاني. انما جمهور الوداد اللي بيعترض على ضربه الجزاء ما يقدرش يقول لك ان فرقته سيئه وما كانتش موجوده النهارده جوه الملعب، ما كانتش موجوده في المغرب، ما يقدرش يقول لك ان الفرقه تحتي سيئه وتستحق الخساره. جمهور عاطفي، هنعمل معاه ايه؟ بص انا عارف الكلام بتاعي مش هيعجبك، بس والله هو ده اللي حصل في الماتش. الماتش كان ممل بطريقه غير طبيعيه، واحلى حاجه فيه بصراحه الهدف بتاع ياسر ابراهيم، حلو قوي قوي قوي. وبرضه الهدف اللي جه في الاهلي لعله لطفي، غير محمد الشناوي ولا اي حارس مرمى موجود في العالم ممكن يجيب الكره، الكره صعبه قوي 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 قوي. مش حاجه لو عملت، عارف ان كلامي زعلك، بس والله هو ده الواقع وهو ده اللي احنا اتفرجنا عليه النهارده.